ايه معسكر يا اخويا امين إذن هذه الجماهير إذن متابعي الكرام متابعين شوف تي في كما كتشوفوا خروج جماهير الجيش الملكي بعد الفوز بالخماسية حجة أجيني حجة فرحانة اليوم أنا فرحانة قدنا بحال مشيت للحج والله إلا فرحانة والله إلا أنا فرحانة بزاف بزاف وفرحان الجمهور يعاشوا عاشوا الأولاد عاشوا هنا عاش معيو و رضا سليم زي معسكر زي معسكر زي معسكر زي معسكر زي معسكر زي معسكر خمسة 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 لزيرو خمسة لزيرو خمسة لزيرو الله يسهل عليكم وليداتك هادو ها وليداتك الله يعطي وليداتي الصحة عالي ولدي الله يعطيه الصحة وبناتي الله يعطيهم حتى القبر الله يعطيهم الصحة راه ما تنستناهم غيخرجوا الله يعطيهم الصحة ديرو عسكر ديرو عسكر ديما عسكر اخي الحمد لله انتصرنا بالاداء وبالنتيجة والحمد لله على هادشي هذا وان شاء الله ديما عسكر ديما عسكر شكرا ديما عسكر ديما عسكر ديما عسكر اكثر واحد تحية ولاد الجامايكا طلب باريس طلب لا كارمن المقابلة دات زيدة وكاع جرى دور القحاب ديما لفور ديما كيفاش جات المقابلة؟ مقابلة زوينة بزاف
واعره والدراري لعبوا زوين. مقابله جات مزيانه ها جات المقابله زوينه وكان اللعب زوين والدراري كانوا زوينين وكيلعبوا دائما زوين والله يوفقهم والله ينجحهم دائما. وديما عسكر وديما عسكر واخا يخسر واخا يخسر واخا يخسر اه دائما عسكر دائما حنا دائما حنا من المشجعين حنا من قدماء المحاربين لا 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 اذا كما كنشوفوا يعني الجماهير العسكريه اللي يعني كل شيء تياخذ صور مع الحاجه اللي التقات صور يعني مع الام الحنونه اللي كتجي في جميع المقابلات يعني اللي كتجي جميع المقابلات ديما عسكر اخو هذاك شكرا خويا تبارك الله عليك. تحية للناس العسكر تمارة مسير واحد تحية مارة جوج. صلوا بلا كارما. إذا المتابع الكرام متابعين شوف تي في يعني كما كتشوفوا الجماهير اللي كتغادر المركب أمير مولاي عبد الله بعد الفوز بخمسة أهداف دير بخير. اذا من هنا نتواجد من مركب امير مولاي عبد الله يعني فرحه الجماهير العسكريه بعد الفوز خمسة اهداف غادر الجماهير العسكرية بعد الفوز بخمسة أهداف يعني فرحة كبيرة الجماهير يعني اللي فاز يعني بخمسة أهداف في المركب أمير مولاي عبد الله خمسة مبروك عليكم أخويا ديما عسكر ديما عسكر راكم على المباشر كيف الفلوس المقابلة خويا طارق شوف حنا المهم عندنا هو الربح هو لا خليكم لا خليكم لا خليكم لا روحهم خويا طارق حنايا مهم هو ديما عسكر كولومبيا كاع الزراد شوف هاد الهضره شي هضره زوينه حي شوف شو هذا حي السيرة
شي حلف هذيك الترياب اللي لهيه في الجامايكا. قالوا بلا كارمي. معسكر تحية خاصة على الحمد لله هادشي اللي بغينا الحمد لله. شفت بيك شوخ امام غتسوق في العشية واخا إذن هكذا تخرج جماهير الجيش الملكي يعني بعد يعني الجماهير اللي ما زالت يعني في الجيل المؤكد وما كتعرفش تشكل اللاعب وكت يعني تسمح انها تتصدر بواحد الاسلوب ليس اخلاقيا الا يعني الجماهير العسكريه اللي كتجي تشجع بروح تجي تشجع يعني روح رياضيه كي خسرات كي ربحات. الا كنشوفوا بعض يعني جماهير اللي خاص تكون المراقبه لبعض الجماهير اللي كيديروا الشغب هنا في المركب الامير مولاي عبد الله. تبارك الله عليكم. اونتي ميديا شوف تيفي شوف خيخي اونتي ميديا شوف خيخي. كان هذا هو الكلام علاش يعني هذا ما كاين بعض الجماهير اللي يعني خاص يعني تكون عليهم واحد المراقبة قبل يعني دخول إلى الملعب. إلا كنشوفوا يعني بعض الجماهير اللي كتدير بعض الأساليب يعني بعض الأفعال اللي ماشي ديال الجمهور الجيش الملكي. وتنقولوا جماهير الجيش الملكي مبروك بهذا الفوز 5 أهداف. إذا المتابعين الكرام متابعين شوف تيفي تنشكر رجال الأمن اللي واقفين وصارانين وكذلك رجال القوات المساعدة اللي واقفين وصارانين يعني مشكورين من هذا المنبر من الصباح هم واقفين صارانين. كذلك رجال أمن الدراجين اللي واقفين وصارانين تما يعني الحمد لله ما كاينش شغب الأمور يعني دازت على ما يرام. شكرا الرجال الأمن مرة أخرى وكذلك رجال القوات المساعدة اللي واقفين وسهرانين يعني حماية يعني باش ما يكونش شي شغب. يعني صراحة الله كل احترام وتقدير رجال الأمن وكذلك رجال القوات المساعدة اللي من الصباح هما واقفين حتى سالت المباراة
ومازال واقفين يعني شكرا لهم مرة أخرى صراحة الله. يعني باش بقى واقف في واحد المكان ساعات كثيرة إلا يعني عندك واحد الحب الوطن. شكرا لهذا الرجال لا من القوات المساعدة وكذلك رجال الأمن. إذن هكذا غادرت جماهير الجيش الملكي، هكذا غادرت الجماهير المركب أمير مولاي عبد الله، يعني بدون شغب بدون أي. مشينا زدنا واحد الشيبه ورا الرقم عندك حتى كان شي حاجه وصوني جات. لا صافي صافي مرحبا لحمدك مرحبا عليا فراسك الله يحفظك العزيز. اذا متابعي الكرام متابعين شوف تي في كما كنشوفوا رجال الامن اللي واقفين وسهرانين صراحه الله هاد الناس مشكورين اللي من الصباح يعني هما واقفين كذلك رجال القوات المساعده. شكرا شكرا مرة أخرى رجال الأمن وكذلك رجال القوات المساعدة اللي من 11 هما يعني واقفين سهرانين يعني صراحة الله باش توقف يعني من 11 حتى لهذ القيسة هذه. إلا تنقول لهم شكرا شكرا مرة أخرى شكرا إلى هي الجماهير العسكرية اللي فازة فرحانة 5 أهداف. إذا المتابعين الكرام متابعين شوف تي في يعني كما لاحظتوا معنا كيف تم الخروج يعني الحمد لله كل شيء داز على ما يرام. عصيرة عصيبة حتى يعني جماهير اللي خرجات يعني جد جد عادية ما كان لا شغب لا حتى شي مشكل. متابعين شوف تي في نبقى نقول لكم دمتم في رعاية الله. يعني تم مغادرة جميع يعني الجماهير الجيش الملكي يعني كل شيء غادر المركب الأمير مولاي عبد الله. يعني كما تلاحظون المتابعين الكرام متابعين شوف تي في الأجواء جد جد عادية جميلة الآن مركب الأمير مولاي عبد الله. إذا ما قايمش لكم في رعاية الله متابعين.